السلام عليكم، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة ميديا نيوز. في الأخبار الوطنية، يلتحق اليوم الأحد بتلك التكوين المهنية أكثر من 280 ألف مطربس جديدة على المستوى الوطني، وقد تم برمجة 240 اختصاصا لهذا الدخول، تشمل 22 شعبة مهنية من بينها 5 تخصصات جديدة، وهي مستشار البيع وتحويل البلاستيك وإنتاج النسيج والميكانيكا وضبط النسيج، إضافة إلى تعزيز اختصاصات كثر عليها الطلب على غرار مهن السمعية البصرية والأوتوماتيك والسيارات وفتح دورة تكوينية تتعلق بمجال البيع. في قطاع التربية، رفعت المكاتب الولائية للمجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار الكنابست 4 مقترحات لتصعيد الاحتجاج، أهمها مقاطعة الامتحانات المزمع إجراؤها بداية من اليوم الأحد والاعتصام أمام مديرية التربية الولائية والوزارة الوصية، إضافة إلى تنظيم مسيرة تنطلق من الولايات وتتجه نحو وزارة التربية ومقر الحكومة. وقرار التصعيد هذا جاء عقب اجتماعات المجالس الولائية أمس السبت. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعادت سلطات الاحتلال اليوم الأحد فتح معبر كرم أبو سالم التجارية جنوب شرق قطاع غزة لإدخال البضائع والمساعدات لغزة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية. وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع في تصريح صحفي إن سلطات الاحتلال قررت إدخال 500 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات، بالإضافة إلى ضخ كمية من المحروقات. في تونس، قصف الجيش التونسي بشكل مكثف مساء أمس السبت جبال الشعنبي والسلوم والسمامة غرب البلاد، حيث تتحصن جماعات متطرفة مسلحة. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية كشف في تصريحات له نشرت أمس السبت أن ما بين 80 و100 عنصر إرهابي تونسي وأجنبي يتحصنون في الجبال بجبهة القصرين والكاف وجندوبة غرب تونس. في الشأن السوري، أعلن المرصد الأشوري لحقوق الإنسان ليلة السبت إلى الأحد أنه تم الإفراج عن نحو 30 أشوريا مسيحيا من ضمن 280 شخصا بينهم أطفال ونساء خطفهم تنظيم داعش في فبراير الجاري. في مصر، أفادت مصادر إعلامية في القاهرة أن 6 مسلحين لقوا مصرعهم في قصف جوي للجيش المصري لمنزل في مدينة المهدية جنوبي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء مساء السبت، بينما تم القبض على قيادي في جماعة الإخوان متهم بقضايا تحريض وحيازات سلاح. من ناحية ثانية، ذكرت مصادر أمنية مصرية أنه تم القبض على أحد قيادات الإخوان كان مطلوبا في 20 قضية تحريض على العنف وحيازات سلاح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.